تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلي للقوات المسلحه بتقديم كافه سبل الدعم والمعاونه للاشقاء في اوغندا لمواجهه الاثار الناجمه عن تفشي مرض الحمى القلاعيه ومساعدتهم في السيطره علي المرض سلمت مصر 3 ملايين جرعه من اللقاح الثلاثي للحمى القلاعيه للاشقاء في اوغندا من انتاج معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطريه من جانبهم اعرب المسؤولون الاوغنديون عن عميق الشكر والامتنان لمصر ومساهمتها في السيطره على الموقف الوبائي الذي تمر به اوغندا والذي يعد من اخطر الامراض التي تهدد الثروه الحيوانيه.